في كلام كتير اه بيتقال اللي على عبد عبد الله الله. جمعه مش عارفه مين اللي لعبه ومين اللي لعبه، هي قصه ولا امير اللي لعبه ولا سينا. انا الموقف عشان تبقى عارف بس، عشان يعني انت قصدك يا كابتن امير ان الكابتن ايمن لما كان موجود معايا تقريبا طلع، انا بص انا مش عايز برضو معلش كابتن ايمن اول عشان بس ليه حق ان انا ارد في لا غيابه، لا قال قول ان هو وظف عبد الله جمعه مع الكابتن ايهاب جلال في مركز الباك ليفت عبد الله جمعه لعب مع مين مع كابتن خالد جلال عفوا. طب انا اقول لك على حاجه عشان انا بس ذاكرتي الحمد لله كويسه. عبد الله جمعه في ماتشات الكاس دخل مع الكابتن خالد ماتشين، عبد الله تمام. كان مصاب دخل في ماتشين، كان ماتش السموحه النهائي ولعب وينج رايت زي مركزه المعود، ودخل الانتاج الحربي او الاسماعيلي ماتش من الماتشين دول. وبعد كده الكابتن خالد مشي وجي مستر جروس، مستر جروس بدا مباراه الدوري اول مباراه في الدوري بتروجيت، عبد الله كان بيلعب ثالث في نص الملعب تمام واتغير بعد الشوط الاولاني، تمام وفتره جت عبد الله بعد والراجل برضو ايه غير بعد ماتش بتروجيت اتغير. فجينا احنا في ماتش عبد الله كنا بنلعب مينية سمنود، وخلي بالك انا اللي كنت موجود برضو في الجهاز في ماتش مينية سمنود. ماتش مينية سمنود كان الراجل بيفكر يلعب كاماتشو اللي هو الباك رايت بتاع الاسماعيلي دلوقتي باك رايت، واستاذنا له منتخب اولمبي ساعتها عشان كان في معسكر، وكان حته الباك شمال كان حازم، الراجل عايز يلعب حازم امام، فحازم امام كان راجع من اصابه. فبهاء مجدي كان متعور وفتوح كان في المنتخب الاولمبي، بس فتوح كان بيلعب بصفه اساسيه. فيمكن الراجل انا فاكر اليوم ده الراجل وقف معايا قال لي انت شايف ايه في المركز ده مين اللي ممكن؟ فانا قلت له لعبد الله جمعه لو انت بقى عايز ترجع بالذاكره، عبد الله جمعه لاعب باك ليفت مع الكابتن حسام حسن في النادي المصري، لعبه في المصري. فانا قلت له عبد الله لاعب في مصر قبل كده لاعب باك ليفت وبتاع، ويمكن انا سالت عبد الله ساعتها قال لي العبها يا كابتن وبتاع، وربنا كرمه يمكن الراجل اداله الماتش ده ومن ساعتها ربنا كرمه. بس انا ما بقولكش انا اللي لعبت، يعني الكابتن ايمن قال رايه بس عبد الله في الوقت ده ما لعبش قصدك، لكن ما معاك اعرفش انا جروس لما اخد رايك لعيبه فعلا. خلي بالك هي مش قصه برضو ايه لاعب، وما هي في الاول والاخر بتاعت مدير فني. لكن انا بقول لك على وقت انا كنت موجود فيه وانا المصري الوحيد اللي كنت ساعتها موجود في الجهاز، وانا مش هنسب دي ليا، اللي في الاول والاخر ده بتاعت مدير فني. ففي حاجات كتير بقى بجانب الحاجات دي، في حاجات كتير بس انا مش هينفع كل حاجه، مش هينفع اشتغل مع مدير فني كل شويه اقول ايه ده خد رايي وانا قلت له وانا ما فيش. بص عشان تبقى عارف بس، اما المدير الفني الاجنبي بيحب ياخد رايك بياخد رايك، لكن انت هتقعد كل شويه هتروح وبتاع، ما فيش الكلام ده، وما فيش الكلام ده لا مع مصري ولا مع اجنبي. لما بيطلب منك مشوره او بيطلب منك يا عمر سؤال بتجاوب عليه، لكن انا بقى هعمل فيها بيكن باور، هعمل فيها مورينهو كل شويه هروح واعمل واروح، عشان بس خلي بالك برضو الناس يا عمر. فالتدريب بص يا عمر، التدريب لازم الواحد لما يبدا تدريب بتبدا خطوات واحده واحده، ما ينفعش ان انت النهارده لما تبقى مساعد مدرب تاخد خبرات تبقى مدرب، لكن زي ما قلت لك في الاول والاخر لما بتشتغل مع مدير فني انت بتشتغل من عن طريق رؤيه المدير الفني، انت فاهم قصدي؟ لكن انا مش هقول لك انا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي بتاع، ما فيش الكلام ده. وزي ما قلت لك انا عمر زي ما قلت لك امير بيكون موجود، انا الحمد لله بحب يبقى ليا دور. لكن انا وبعدين عايز اقول لك على حاجه عمر، احنا عندنا ثقافه في مصر هنا ايه، اصل الراجل واصل الراجل واصل الراجل واصل الراجل. طب ليه الكلام ده ما طلعش لما الراجل كان موجود بغض النظر؟ يعني قصدك ان كله اتكلم بعد ما الراجل راح؟ طب الراجل كان، وبعدين الراجل ما هو الراجل نجح معانا وخد كونفدراليه وخد سوبر وكلنا كنا فرحانين، وكنا يعني معلش عايز اقول لك على حاجه، انت لو تشوف فرحه الناس كلها بالجهاز بكل حاجه بقى في بطوله الكونفدراليه واحنا في الملعب الموضوع يختلف. فانا ضد اي مدير فني انا اشتغل معاه او حتى ما اشتغل معاه، اللي النهارده اما مدير فني يمشي لازم تذكره بالخير، لكن النهارده الكلام لا هيفيد ولا هيقدم، اصل هو كانش بياخد رايه. طب ليه مشيتك وكان بياخد رايه؟ لا انا مشيت لظروف معينه، كان حصل ظروف معينه وخلاص. وانا خلي بالك عايز اقول لك حاجه يا عمر، انا حاطط في دماغي النهارده انت بيبقى عندك تارجت في شغلك. انا النهارده تارجتي كان دوري وكونفدراليه وكاس مصر، ربنا كرمنا بالكونفدراليه ما كانش فيه توفيق في ماتشات الدوري وحصل خلاص، بيجي واحد غيرك بياخد فرصته وده ياخد فرصتك. لكن برضو عشان تشتغل وتتقل لازم تشتغل في حتت كتير ولازم تروح وتاخد خبرات يعني انا بالنسبه لي حاطط مثلا كابتن حلمي طولان مثال قدامي. كابتن حلمي طولان شوف راح كام فرقه واشتغل، واشتغل في الاول مدرب مع اوتوفيستر مساعد كده، اشتغل بقى مدير فني كذا كذا. كابتن خالد الجلال نفس القصه، اشتغل مع كابتن محمد حلمي واشتغل برضو في انديه في الدرجه الثانيه، وبعد كده جه نادي الزمالك ربنا كرمه وخد كاس. فلازم تدوس في كل حته اللي انت يعني بتكتسب خبرات في النقطه دي. لكن زي ما قلت لك انا ضد نجيب مثلا مدير فني مشي اصل كان بيعمل واصل كان بيعمل واصل كان بيعمل. انا في وجهه نظري يا عمر لو انا كنت شغال وحاسس ان انا ماليش دور، انا كامير عزمي
هقول سلام عليكم واتكل على الله. كابتن امير انت كنت قريب من جروس، هل فعلا بصراحه جروس الاهلي تفاوض معاه بعد ما خلص عقده مع نادي الزمالك؟ والله ما اعرف يا عمر، خلي بالك انا برضو اتصالاتي مع الراجل او مع الاستاف كله بيبقى بس يعني اكيد بيدردش معاك. لا انت راجل كنت لا لا موجود، خلي بالك برضو الاهلي طب ما قالكش الاهلي كلمني؟ لا لا لا, 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 لا. ليك حدود، بص ليك حدود برضو يعني، خلي بالك ما بحبش ابقى سئيل انت فاهمني يعني. انت النهارده لما ماشي بتطمن كذا كذا كذا، بتتكلم مع المساعدين، بتتكلم مع كونلي اللي هو المخطط اللي هو التغذيه والحاجات دي. ما قالكش تعالى معايا السعوديه؟ لا لا لا، خلي بالك صعب قوي عمر المدرب اجنبي يجي ياخد حد من مصر. يعني انت اسهلي كده يعني، مثلا الكابتن حسام البدري لما كان شغال مع مانويل جوزيه ما راحش مع مانويل جوزيه، بس مانويل جوزيه اخذ الكابتن احمد ناجي معاه. دي بتبقى حالات خاصه يعني، مدرب حراس ممكن يبقى الاستاف معاكش مدرب حراس فبتجيب. لكن انت النهارده فيريرا مثلا لما جه الزمالك كان معاه علاء عبد الغني، ما خدش علاء معاه قطر في السد، بتبقى صعب جدا. لكن زي ما قلت لك مهم جدا ان انت النهارده اما بيبقى فيك علاقه مع مدير فني، اللي العلاقه دي بتبقى ممتده، بتبقى في سؤال، بيبقى في بتطمن عليه في وقت كل وقت. لكن زي ما قلت لك انا ضد اي تجرح في اي مدير فني او تتكلم على اي مدير فني سواء مصري او اجنبي الواحد يشتغل معاه.